بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأربعون من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك في ليلة الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في ذكر تتمة أصول الإيمان الكلية: ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بهذا القرآن العظيم، وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقا وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فنقلته الأمة كلها بأسرها قرنا بعد قرن. نعم، ذكر المصنف رحمه الله من أصول الإيمان الإيمان بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا القرآن العظيم، الإيمان بهذا القرآن العظيم، وأنه كلام الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا يتلى، هو كلام الله على الحقيقة، لا يقال أنه حكاية أو عبارة كما يقول بعض أهل البدع، ولا يقال أن الله خلقه في غيره أو أنه بدأ من مخلوق خلقه الله فيه، بل هو كلام الله عز وجل على الحقيقة. سوره وآياته وحروفه ألفاظه ومعانيه كلها من كلام الله تبارك وتعالى. ولكن إذا فسر القرآن بكلام الناس فهذه الألفاظ الموجودة في التفسير هي من كلام الناس، وأما معاني القرآن فهي معاني كلام الله تبارك وتعالى. والتفسير الذي يرجع إلى كلام الناس منه ما يصيبون فيه ومنه ما يخطئون فيه، فاجتهاد العلماء في التفسير كاجتهادهم في استنباط الأحكام من الأدلة. ولكن الله حفظ هذا الكتاب، حفظه بلفظه ومعناه، فلا يمكن أن يخفى على الأمة بأسرها معاني القرآن، فإن خفي على بعضهم لا بد أن يعلمه البعض، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يمكن أن يخفى عليها الحق خفاء كليا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل القرآن الذين قاموا بالقرآن وعرفوا تفسيره وعرفوا معانيه. فالقرآن كلام الله عز وجل، قال رحمه الله: وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. هذا كما نص عليه الأئمة ونقله بعض التابعين عن الصحابة وعن السلف، قالوا: القرآن كلام الله
منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله على الحقيقة، ليس مجازا كما يقول بعض أهل البدع الذين قالوا إن الكلام هو حقيقة في حق المخلوق، وأما كلام الله فهو مجاز لأن الله يتنزه عن صفات المخلوقين، هكذا زعموا. والصحيح أن الله عز وجل يتكلم بكلام يقوم بذاته وهو كلامه على الحقيقة ولا يشبه كلام المخلوقين، وهذه قاعدة في جميع الصفات، أن صفات الله عز وجل القائمة به لا تشبه صفات المخلوقين، فهو سميع بصير وهو عليم خبير وهو حكيم وعزيز وشكور وودود، يسمع ويبصر ويتكلم ويرحم ويغضب ويسخط وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ويستوي على عرشه، كل هذه صفات الله قائمة به سبحانه وتعالى، وهي لا تشبه صفات المخلوقين. وإن كان القدر المشترك والمعنى العام قبل الإضافة، إذا قيل يد وسمع وبصر واستواء ونزول، فهذه ألفاظ معروفة في كلام العرب ولها معاني ولا ننكر حقائقها، كما قال الإمام مالك لمن سأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، استواء معلوم في كلام العرب، والسمع معلوم والبصر معلوم واليد معلومة والقدم معلومة، معلومة من لغة العرب أن هذه الألفاظ لها معاني، لكن إذا أضيفت هذه المعاني للموصوفين تميزت، فإذا أضيفت القدم للإنسان تميزت بخصائص يد الإنسان، إذا أضيفت اليد والقدم للإنسان تميزت بخصائص يد أو قدم الإنسان، وإذا أضيفت إلى الجمل تميزت بخصائص يد وقدم الجمل، وهكذا إذا أضيفت إلى كل مخلوق، كل مخلوق له خصائص تميزه عن غيره، فإذا أضيفت هذه الصفات لله تميزت أعظم تميز. وفرق ما بين صفات الخالق وصفات المخلوقين كما بين الخالق في عظمته وجلاله وكبريائه وعزه وجبروته، وما بين المخلوق في ضعفه وقصوره وسائر صفاته التي ترجع إلى الضعف. فصفات الله تليق بعظمته وجلاله، وكل الصفات المضافة لله هي حقيقية، وصفات المخلوق المضافة إليه حقيقية، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة كما قال العلماء، قالوا أنه كلام الله حقيقة، يعني ليس مجازا وليس مخلوقا، وإنما هو كلامه بدأ منه، ليس لجبريل منه إلا البلاغ، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم منه إلا البلاغ، وليس للقراء الآن عند تلاوته إلا الصوت، الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، فعندما يتلو القارئ القرآن لا يخرجه عن كلام الله، هو كلام الله إذا سطر في المصاحف أو تلي على الألسنة أو سمعته الآذان أو حفظته الصدور أو سجل الآن على الأشرطة وعلى هذه الأجهزة، كله كلام الله. وهذه الأوراق التي يكتب فيها في المصاحف والألسنة التي تتلو والصدور التي تحفظ والأشرطة التي يسجل فيها، هذه كلها مخلوقة.
والمدون فيها والمسطور والمحفوظ والمسموع من كلام الله هو كلام الله غير مخلوق، كما قال الإمام القحطاني رحمه الله: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. ففرق رحمه الله بين المداد الذي يكتب به القرآن والأوراق والجلود التي يكتب فيها القرآن، وبين القرآن الذي هو مسطور في هذه المصاحف. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين القسم بالمصحف والقسم بالقرآن. القسم بالقرآن، من يجيز القسم بصفات الله يجيزه لأن القرآن من كلام الله. وأما المصحف فإن العلماء يمنعون من القسم به، لأن المصحف يشمل الأوراق وما كتب فيها، فالذي هو في المصاحف هو القرآن كلام الله غير مخلوق، والأوراق والجلد والمداد هذه مخلوقة. ففرق بين المصحف والقرآن: القرآن هو المدون في المصاحف، وهذه المصاحف فيها ما هو مخلوق وهي الأوراق والجلد والحبر وكل هذه الأشرطة والآلات الآن ليسجل فيها القرآن مخلوقة. وأما كلام الله الذي هو القرآن الذي يحفظ في الصدور ويتلى على الألسنة وتسمعه الآذان، هذا كلام الله على الحقيقة، ليس للناس منه إلا التلاوة أو السماع، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة رضي الله عنهم ولا للقراء الذين أخذوا القراءة عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم إلا البلاغ. هو كلام الله يبقى ما شاء الله أن يبقى إلى أن يأذن الله برفعه قبل قيام الساعة. كلام الله على الحقيقة منزل غير مخلوق، هذا فيه رد على من قال إنه مخلوق. وهذه بعض عقائد أهل البدع والضلال الذين زعموا أن القرآن مخلوق، وأن إضافة الكلام إلى الله كإضافة المخلوق إلى خالقه، كما يقال عبد الله وبيت الله وناقة الله ورسول الله، فهذه من إضافة المخلوق لخالقه. وأما إضافة الصفات لله فهي نوع آخر، وهي من إضافة الصفة للموصوف، كما نقول سمع الله وبصر الله ويد الله وقدم الله، هذه صفات. ونحن الآن نفرق بين أن نقول هذه يد زيد وبين أن نقول هذه سيارة زيد. يد زيد غير سيارته، فيده صفة له، السيارة ليست صفة وإنما هي ملك له. فالله عز وجل عندما تضاف له الذوات المنفصلة المخلوقة، هذه من باب إضافة المخلوق لخالقه، فهو خالقها ومالكها. وعندما تضاف له الصفات كما يقال يد الله وقدم الله وعين الله وسمع الله واستواء الله وكلام الله ورحمة الله، فهذه صفات الله عز وجل. قال: منه بدأ وإليه يعود، كما تقدم هذا ثبتت به الآثار عن السلف أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ، هذا فيه رد على بعض أهل البدع الذين يقولون القرآن خلقه الله في مخلوق وبدأ من المخلوق، فمنهم من يقول خلقه في جبريل وبدأ من جبريل، ومنهم من يقول خلقه في الهواء
وبدأ من الهواء، ومنهم من يقول أن الله يخلقه في المكان الذي شاء أن يخلقه فيه، فعندما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة. كل هذا باطل وأهواء تتنوعت يجمعها الباطل، فكلام الله عز وجل منه بدأ، تكلم به ابتداء. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لا يتصور في لغة من اللغات أن يضاف الكلام لمتكلم ويقال إن هذا الكلام لم يقم به، وإنما إذا قيل هذا كلام فلان بمعنى أنه هو الذي ابتدأه فبدأ منه. وقد يضاف الكلام والقول للمبلغ، كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم في آيتين من كتاب الله، مرة أضيف إلى جبريل ومرة أضيف لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من باب إضافة القول لمبلغه لا للمتكلم به. ولهذا قال العلماء إن الله قال إنه لقول رسول ولم يقل قول جبريل أو قول محمد عليهما الصلاة والسلام، لأن الرسول ليس له إلا البلاغ. ففي هذه الآية تفسير لها، إنه لقول رسول، ومعلوم أن الرسول هو مبلغ عن غيره، فهذا من بلاغة القرآن أن الله أضاف القول للرسول، دليل على أن الرسول مبلغ عن الله وهو كلام الله. وفي الآية الأخرى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه من باب إضافة الكلام لمبتدئه ولأول من تكلم به وهو الله. منه بدأ أي تكلم به ابتداء وإليه يعود. اختلف العلماء في معنى إليه يعود، كما جاء في الحديث وجاء في النصوص، فقيل عوده إلى الله أنه يرفع إلى الله بتلاوة التالين، كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا تصعد إليه تلاوة التالين بالقرآن والتسبيح والذكر. وقيل معنى عوده إلى الله أنه يرفع قبل قيام الساعة، كما جاء في الحديث أنه يسرى على كتاب الله بليل فلا يبقى منه شيء في المصاحف ولا في الصدور إلا وقد رفع. وهذه علامة عظمى من علامات الساعة، وهي إحدى العلامات العشر التي تكون قبل قيام الساعة، رفع القرآن. فهذا معنى عوده إلى الله. قال وأنه تكلم به حقا، ليس مجازا، تكلم به على الحقيقة. وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، بلغه جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم. فعمل جبريل هو البلاغ، ولم يكن هو المتكلم به ابتداء، وإنما هو مبلغ. وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ. وأما السنة فهي وحي من الله، لكن عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. هذا الفرق بين القرآن والسنة، كلاهما وحي من الله، لكن القرآن لفظه ومعناه من الله، وأما السنة فمعناها من الله، لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بألفاظه. وقد آتاه الله جوامع الكلم وأعطاه القدرة على هذا البلاغ، وهو أفصح العرب على الإطلاق. ما عرفت العرب قبل مبعثه
وبعد مبعثه إلى اليوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الفصاحة والبلاغ. فيهم الشعراء وفيهم الخطباء، فيهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، لكنهم لم يبلغوا قدره في البيان والبلاغة والفصاحة، فيأتي بالكلمة اليسيرة التي تشتمل على معاني عظيمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الله آتاه ثلاث قوى في العلم: قوة العلم، ويرجع إلى قوة المصدر وهو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقوة البيان وهو أن يعبر بلسانه عما وقر في قلبه من العلم، وقوة الحرص على البلاغ والحرص على هذه الأمة. قال: فلا يمكن أن يتطرق الخلل لبلاغه عليه الصلاة والسلام، لأن الخلل إما أن يرجع إلى ضعف في العلم أو إلى ضعف في البيان أو إلى ضعف في ضعف العزيمة عن البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله هذه القوى العظيمة، فكلامه أوضح الكلام وأحسن الكلام في تبليغ ما أوحاه الله إليه من السنة. وأما القرآن فهو مبلغ عن ربه باللفظ والمعنى، كذلك الأحاديث القدسية فهي من الله لفظا ومعنى. والفرق بين الأحاديث القدسية والسنة أن الأحاديث القدسية هي من الله بلفظها بألفاظها ومعانيها، والأحاديث النبوية هي وحي من الله بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث القدسية لها صلة بالقرآن من جهة أنها من كلام الله بألفاظها ومعانيها، ولها صلة بالسنة من جهة أنها لم تبلغ كلها أو تبلغ هذه الأمة بالتواتر كما بلغ القرآن. قال: وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته فنقلته الأمة كلها بأسرها قرنا بعد قرن، تلقته الأمة وكل يبلغ من بعده إلى أن بلغنا في هذه العصور، كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مسطور في المصاحف ومحفوظ في القلوب ومتلو على الألسنة، كله كلام الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان هذا القرآن متواترا تواترا لا يقاربه شيء من الكلام، لا يقاربه شيء من الكلام المنقول، وهذا من حفظ الله، فإنه تعالى أنزله وتكفل بحفظه. نعم، قال: هذا القرآن تواتر تواترا لا يقاربه شيء من الكلام المنقول. كلام المنقول من كلام الشعراء، كلام الخطباء، حتى الأحاديث النبوية منها ما ثبت بالتواتر، لكن لم تبلغ في تواترها تواتر القرآن، هذا التواتر العظيم الذي تلقته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حفظ الله لهذا الكتاب، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال بعض العلماء: أوكل الله لليهود والنصارى حفظ كتبهم فضيعوها، وتكفل الله بحفظ القرآن فبقي محفوظا بحفظ الله. وذهب بعض المحققين إلى أن حفظ القرآن يشمل نوعين من أنواع الحفظ: حفظ اللفظ وحفظ المعنى. وهذا يدل على أن الأمة لا يمكن أن
يخفى عليها بأسرها تفسير القرآن، ولكن قد يطلع عليه البعض ويخفى على البعض. وأما من حيث العموم فلا بد أن يوجد في الأمة من يعلم تفسير القرآن، وقد دونت في هذا الكتب الكثيرة من كتب التفسير، وجمعت أقوال المفسرين بدءا بتفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة والسلف، ثم تفسير القرآن بلغة العرب. فحفظ الله هذا الكتاب لفظا ومعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تمام الإيمان به التصديق التام بكل خبر أخبر به عن الله وعن المخلوقات وعن أمور الغيب وغيرها، وأنه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه أو يرد بما يخالف الحس، بل يعلم أن كل ما خالفه فإنه باطل بنفسه. نعم، من تمام الإيمان بالقرآن التصديق التام بكل خبر أخبر به عن الله تعالى، أو أخبر الله به عن نفسه في كتابه، فيجب التصديق بكل ما جاء في القرآن. ونعلم أن كل ما جاء في القرآن لا يمكن أن يخالف الحس والواقع، ولكن قد يتوهم الناس مخالفة القرآن للعقول أو للحس، وهذا الوهم يرجع إلى ضعف عقولهم لا إلى خلل في القرآن. نحن دائما ننبه على أن هذه العقول يصيبها الضعف، حتى إن الرجل ليفقد عقله بالكلية فيكون مجنونا لا يعقل شيئا، وقد يضعف عقله فيكون من جنس المعتوه، وقد يكون دون ذلك إلى أن يتم العقل. وهذا مما يدل على أن هذه العقول كغيرها من الحواس تصيبها الأمراض والآفات، كما أن البصر يضعف حتى إن الرجل لا يبصر طريقه، والسمع يضعف حتى لا يسمع الرجل جليسة، فكذلك العقل قد يضعف. فكل هذه المعارضات التي عارض بها الزنادقة والملاحدة عارضوا بها القرآن بعقولهم، الضعف في عقولهم لا في القرآن. ولهذا المؤمنون يؤمنون بالقرآن، ولو أنهم رأوا بأبصارهم الشيء على غير ما جاء في القرآن فإنهم يصدقون القرآن ويكذبون الأبصار والعقول، كما قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا هذه العقول والآراء والأسماع والأبصار إذا ما عارضت القرآن. وإذا جاء القرآن بتصديقها فدل على صدقها، فإذا أن القرآن والوحي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بحال من الأحوال. وما عرف الناس منذ أن بعث الله الرسل إلى اليوم ما عرفوا خللا في وحي الله، أو تناقضا في كلام الله، أو خبرا يخبر الله به فيخالف الواقع. لكن قد يتوهم هؤلاء بعقولهم الضعيفة ما يظنون أنه معارض للواقع ولما جاء في القرآن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوحي يأتي بما تحار فيه العقول، ولا يأتي بما يعارض العقول. تحتار العقول في الحكمة التي جاء بها الوحي، ولكن العقول السليمة لا تعارض النقل الصحيح. فكذلك كل ما جاء في القرآن من أمور الغيب
ومن سائر الأخبار عن المعاد والجنة والنار فيجب على المؤمن أن يصدق بها وكأنما يرى هذا الشيء بعينه. هذا هو حقيقة الإيمان. إذا جاء الخبر عن الله تبارك وتعالى كأنما يرى بعينه، بل الوحي أعظم دلالة على الحقائق من بصر العيون ومن إدراك العقول، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك خبر صادق منقول عن أهل الصدق والأمانة يخالف القرآن، أو شيء من الحس الصحيح يخالف القرآن. وكل ما يعارض به القرآن من هذه الأمور فالضعف في عقول المعارضين وفي حواسهم وفي آرائهم وفي شبهاتهم التي يعارضون بها القرآن. وكلام الله مبرأ من كل باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن شكك في شيء من القرآن ولو في حرف واحد فإنه يكفر بذلك. ولهذا يجب على كل مسلم أولا أن ينزه سمعه وقلبه عن تلك الشبهات التي يلقيها أهل الباطن حتى لا تعلق في القلوب فتصرف هذه القلوب عن الإيمان بهذا القرآن. ويرضى المسلم بما أخبر الله في كتابه وما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته عن تكلف المتكلفين. حتى التوراة والإنجيل، التوراة كتاب الله والإنجيل كتاب الله، لكن هذه الكتب حرف أهلها بعض ما جاء فيها، ولو أنها كانت باقية سليمة من غير تحريف فإنها منسوخة بالقرآن، والنسخ في الأحكام، أما الأخبار لا نسخ فيها. لكن غنان الله بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عن النظر في الكتب السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تمام الإيمان به الإقبال على معرفة معانيه والعمل بكل ما دل عليه بالتصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم، هذا من تمام الإيمان بالقرآن، تمام الواجب وليس المستحب، الإقبال على معرفته ومعانيه وتفسيره والعمل بكل ما جاء فيه من الأوامر والانتهاء عما جاء فيه من النواهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وصف الله القرآن بأنه هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأنه تبيان لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا وقد بينه وتم بيان، وأمر عند التنازع في الأمور كلها أن ترد إليه، فيفصل النزاع ويحل المتشابهات بلفظه الصريح أو بمعانيه المتنوعة التي بيّنتها السنة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأمر العباد بتدبره والتفكر في معانيه. نعم، قال: وصف الله القرآن بأنه هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات، وهو كذلك، ففيه شفاء لما في القلوب من الشبهات، والشبهات علاجها العلم، والقرآن مشتمل على العلم العظيم، العلم بالله وبشرعه، وكذلك أمراض الشهوات وهو شهوات النفوس، فجاء القرآن بعلاجها. ولهذا كل من أقبل على القرآن ضعفت هذه الشهوة في نفسه وارتفعت همته إلى طلب المعالي وارتفع عن هذه الشهوات الحيوانية، فإن هذا القرآن من أقبل عليه بصدق ارتقت عزيمته إلى طلب الآخرة والإقبال على العلم، ولم يبالي بالشهوات التي يطلبها الناس.
وذكر أن فيه تبيان لكل شيء من أمور الدين والدنيا. أما أمر الدين فهذا مجمع عليه، وأما أمور الدنيا فهذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود ما يحتاج الناس إليه في مصالحهم الدينية في هذه الحياة فلا شك أن القرآن مشتمل عليها. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا من أنواع الصناعات والمزارع والحرث وسائر الأمور، فقال العلماء هذا القرآن أنزله الله لبيان الشرع والدين، وفيه فوائد عظيمة متعلقة بمصالح الدنيا من هذه الأمور، لكن الله لم يخاطب الناس في هذا القرآن في كل شيء مما يتعلق بهذه الأمور الدنيوية التي لا تتعلق بأمر الدين. ولو شاء الله أن يجعله شاملا لكل العلوم فهو على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل برحمته خاطبنا بالدين حتى لا يثقل علينا هذا العلم، وإلا فالله عز وجل هو العليم الخبير، وهو قادر أن يبين لنا كل العلوم في كتابه، ولكن هذا من رحمة الله أن خاطبنا بهذا العلم، ولهذا يثقل هذا العلم على كثير من الناس ويضعف عن كثير من العلماء، ولم يؤتى العلم بالقرآن كله على الوجه الذي خاطب الله به الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الناس بعده فمنهم المكثر ومنهم المقل، ولم يدعي أحد من العلماء أنه أوتي علم القرآن ولا يخفى عليه شيء منه. وهذا القرآن فيه الفصل بين الخصومات وحل المنازعات في كل ما يقع للناس في أمور الدين، وفيه قواعد القضاء، وفيه أيضا الفصل بين المختلفين من الأمم الماضية من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، فيه حجج وبراهين عظيمة بينها الله عز وجل لكل من عقل هذا القرآن ومن فهم هذا الكتاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبر أن أحكامه أحسن الأحكام، وأخباره أصدق الأخبار، ومواعظه أنجع المواعظ، فهو المبين لكل ما يحتاجه الخلق، وهو المفصل لجميع العلوم، وهو المفصل لجميع العلوم، كله محكم من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه، وتصديق بعضه لبعض، وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق، يجب ترجيعه ورده للمحكم ليتضح الأمر ويزول اللبس. فيه الدليل والمدلول، يحتوي على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، قد جمع الله فيه كل خير ونفع للعباد. نعم. ثم ذكر أن هذا الكتاب أحسن الله، هو أحسن الكتب في أحكامه وأخباره، وهو أدل الكتب على المعاني لأنه كلام الله عز وجل. وهذا القرآن وصفه الله بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه، قال شيخ الإسلام ووصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه غير متعارض، فمعنى التشابه أن يشبه بعضه بعضا، فتشابهه دليل على إحكامه، لأن الشيء إذا شابه الشيء دل على إحكامه وعلى قوة العلم. والقرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فالمحكم البين الواضح، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى أن يرد إلى المحكم. ولهذا السبيل الصحيح وسبيل السلف هو أن يرد المتشابه إلى المحكم من القرآن، دون طريقة أهل البدع الذين يعيدون المحكم إلى المتشابه، مثل قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية محكمة، ليس كمثله شيء. فظن بعض أهل البدع أن الصفات تدل على التشابه، فلماذا لا ترد هذه النصوص إلى الآية المحكمة فيقال ليس كمثله شيء؟ فكل ما جاء من صفات الله دليل على أنه يتمشى مع هذه القاعدة.
ليس كمثله شيء، وهكذا في بقية المسائل. وهذا القرآن ما تفقه فيه أحد ورجع في تفسيره إلى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابة، إلا انتفع بهذا العلم وازداد يقينا وكان أبعد الناس عن الشبه. ولهذا أهل العلم بالقرآن هم أبعد الناس عن الشبه والوساوس والخطرات ونزغات الشيطان. وأهل الباطل الذين أعرضوا عن القرآن وقابلوه بالعقول أفضت علومهم بهم إلى الشك والحيرة والوساوس، كما اعترف كبار علمائهم وكبار أساطينهم في آخر حياتهم أنهم ما جنوا إلا الشك والحيرة من هذه العلوم التي يسمونها علوم عقلية، منها ما يسمونه بالمنطق أو علم الكلام، المنطق المشهور عند الفلاسفة وعلم الكلام المشهور عند المتكلمين، هذه كلها شبه. والقرآن محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولهذا أهله هم أهل اليقين وأهل العلم وأهل الإيمان وأهل الثبات على العلم وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية؟ تقدم بيان الفرق. الأحاديث القدسية والقرآن كل منهما من كلام الله بألفاظه ومعانيه، لكن الأحاديث القدسية لا يتعبد الله بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاة، فلو قرأ حديثا قدسيا لا يقال أن الصلاة يعني تشرع فيها قراءة الحديث القدسية لأنها من كلام الله. والقرآن متعبد بتلاوته، ثبت بالتواتر، والأحاديث القدسية منها ما ثبت بالتواتر ومنها ما ثبت بطريق الآحاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من المصلحة أن أتعلم علم المنطق، علما أن في بلادنا من يتقن هذا العلم ولا نستطيع مناظرته؟ لا يحتاج إلى تعلم المنطق، كما قال العلماء: لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. الله آتانا وخاطبنا بما هو خير من المنطق بالقرآن، ولكن لا بأس لطالب العلم أن يعرف بعض أصول هؤلاء وبعض قواعدهم حتى يستطيع الإجابة على شبههم لمن كان له قدرة وتمكن. وأما أن يخاطب الناس كلهم بهذا فهذا غير صحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك مصنف جمعه السلف في أصول هؤلاء في المنطق؟ الكتب كثيرة ولكنها غير مأمونة، وهناك كتاب مختصر لشيخنا الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله في تسهيل المنطق، وهو مفيد ونافع على اختصاره، جمع فيه بين كثير من القواعد، وهو مأمون الجانب نقحه وصفاه من الشبه وذكر القواعد العامة للمنطق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في من إذا نقل إليه فتاوى العلماء في أمر مهم في بلده قال: العلماء لا يفقهون واقع بلدنا، فهل يصح هذا الإطلاق؟ هذه من الشبه التي صرف بها بعض أهل الجهل وأهل الشبه الناس على العلماء بدعوى أن العلماء لا يفقهون الواقع. أولا، الواقع ينبغي أن ندرك معنى العبارات. ما هو الواقع؟ الواقع هو ما يخبر عنها المستفتي. يعني لو جاء رجل من مصر أو من السودان أو من الشام أو من أوروبا، لا يوجد لا في هذا العصر ولا في عصر السلف، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ما يدور في مجالس الناس، فالمستفتي هو الذي ينقل حاله.
ويصف ما دار بينه وبين زوجته في مسائل الطلاق، ويصف ما دار بينه وبين خصمه في مسائل النزاع، لأنه مهما تفقه الناس في الواقع لا يمكن أن يحيطوا علما بتفاصيل ما يدور بين الناس، فهذا لا يحتاج إليه في العلم أن يكون الناس مطلعا، أن يكون العالم مطلعا على كل ما يدور بين الناس، وإنما العلماء لديهم العلم، والمستفتي ينقل الواقع، والعالم ينزل الحكم الشرعي على هذه الواقعة، هذا هو الصحيح. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم عرفوا الواقع لم يحصوا الواقع، ولا سبيل لهم إلى إحصائه مع تضييعهم للعلم، فلا الواقع عرفوا ولا الشرع ضبطوا، وأما أهل العلم فهم علماء بالشرع، والواقع يصفه المستفتي وصاحب البلد وصاحب الحادثة والنازلة، ثم يبين له العالم الحكم الشرعي وينزل الحكم على مسألته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن أن يقال أن القرآن يحتوي على أصول تشترك فيها جميع العلوم ومنها الدنيوية؟ وإن كان كذلك فهل يجوز تتبع الآيات التي يمكن أن يستفاد منها في هذا الجانب؟ نعم، ذكر العلماء أن القرآن فيه أصول العلوم، لكن لا يعني ذلك أن يأتي إنسان يقول: أين طريقة صناعة الطائرة، صناعة الصاروخ، صناعة هذه الأجهزة من القرآن؟ لكن فيه إرشاد في بعض الأصول إلى هذه الأمور، ولهذا قال بعض العلماء أن كل الصناعات الآن مقتبسة من خلق الله، فالطائرة صنعوا لها جناحين كجناح الطائر، وجعلوا في هذه الأجنحة من الشرائح ما تنقبض وتنبسط كجناح الطائر، وجعلوا في هذه الأجهزة التي تقوم بالحفر أشبه ما يكون بالأيدي، وجعلوا في بعضها ما يشبه بعض الحيوانات الأخرى، كل هذا مقتبس من خلق الله تبارك وتعالى. ولكن لا يعني أن القرآن أن فيه تفاصيل هذه الأمور، ولو شاء الله أن يخاطبنا بذلك فهو على كل شيء قدير، لكن من رحمته أنه خاطبنا بالشرع، وهذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم أعلم بدنياكم، أن هذه الأمور الدنيوية مرجعها إلى التجارب والخبرة والمعرفة. لكن ذكر الإمام ابن القيم أن كل علم صحيح مرجعه إلى باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات يرجع إلى الأمر الشرعي والأمر الكوني، فالعلوم الكونية مرجعها إلى أمره الكوني، والعلوم الشرعية مرجعها إلى أمره الشرعي سبحانه وتعالى. حفظكم الله. يقول السائل: هل يمكن مس المصحف بغير وضوء لحاجة كتغيير لمكانه أو حفظا له من الإهانة؟ لا يجوز لغير المتطهر أن يمس المصحف، وإنما يجوز أن يأخذه بحائل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الذي ذكر أمس أنه نسي اتجاه القبلة، يقول: أنا سافرت إلى البلد وقضيت هناك عدة أشهر، وفي البلد كنا نتجه إلى الجهة الشرقية وهي قبلتنا، فلما رجعت إلى المدينة ما زلت أصلي إلى الجهة الشرقية حتى نبهني بعض الأخوة كأنه نوع من الذهول، فهل أعيد الصلاة؟ إذا كان الأمر يرجع إلى ذهول ولم يحصل شك وصليت وأنت تعتقد أنها القبلة، فإن شاء الله لا، ليس عليك شيء. وأما إذا شككت في الأمر وترددت وصليت ولم تسأل فإن هذا تفريط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة أم يكون بإدراك التشهد الأخير؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، إدراك الجماعة مع الإمام هل تدرك بشيء من الصلاة حتى لو جاء المسبوق وأدرك الإمام وهو في التشهد
أو قبل ذلك، أو أنه لا بد أن يدرك ركعة من الصلاة المكتوبة. هذا فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أنه إنما تدرك الصلاة بإدراك ركعة ولو لم يدرك الإمام إلا في الركوع. وهذا القول يقول به سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولكن إذا دخل الرجل وجد الإمام يصلي وجده في الصلاة، فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس، يقف حتى يسلم ثم يشرع في جماعة جديدة، هذا خطأ. فإذا وجد الإمام يدخل مع الإمام ويتم ما بقي له كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظر حتى يسلم الإمام ولو كان في التشهد. وله إن شاء الله أجر النية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء وجد الناس قد انصره فله أجر النية. وأما أجر الفضيلة التي تدرك بها الصلاة إنما تدرك بركعة على الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دخل مكة في ذي القعدة معتمرا عن أمه، ثم جلس في مكة إلى الحج، فهل يكون متمتعا حتى ولو اعتمر عن غيره؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دخل مكة في ذي القعدة معتمرا عن أمه، ثم جلس في مكة إلى الحج، فهل يكون متمتعا لو اعتمر عن غيره؟ نعم، إذا دخل مكة بعمرة ولو كانت عن الغير ثم حج من عامه فهو متمتع، لأن العبرة بمن أدى النسك لا بمن اعتمر عنه، فهذا يعد متمتعا لأنه اعتمر في أشهر الحج. كذلك لو كان دخوله مكة قريبا من الحج في اليوم السادس أو السابع، دخل بعمرة عن الغير ثم حج عن نفسه أو عن غيره، فهو متمتع، عليه الهدي هدي التمتع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقبلت على الزواج، فهل يلزمني شيء تكليفي آخر؟ يلزمك أداء حقوق الزوجة. الزواج يترتب عليه حق للزوجة من النفقة وأداء بقية الحقوق، فيجب على الشاب إذا أقدم على الزواج أن يتفقه في معرفة الحقوق الزوجية وما يجب عليه تجاه الزوجة، وأن يعلم زوجته أيضا ما يجب عليها تجاه زوجها. هذا الذي يجب على كل مسلم إذا شرع في أمر، أن يعرف الأحكام الشرعية مترتبة على هذا. إن دخل في تجارة لابد أن يعرف أحكام التجارة، إن أراد الحج لابد أن يعرف أحكام الحج، إذا أراد الزواج لابد أن يعرف الأحكام الشرعية حتى يؤدي الحق الذي أوجب الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يعمل في سيارات الأجرة أن يخالف ما اتفق عليه مع الركاب؟ لا يجوز لسائق الأجرة ولا لغيره أن يخالف ما اتفق عليه مع من يتعامل معه، والمؤمنون على شروطهم. لا يجوز لمسلم أن يتفق مع أجير أو مع شخص يتعامل معه ثم بعد ذلك لا يفي بالحق الذي حصل الاتفاق عليه، فيجب عليهم أن يراقب الله. بعض سائقي الأجرة يتفق على مشوار ثم يقول: صادفني زحام وهذا المشوار طال علي، لا بد أن يزيدني. هذا لا بأس أن يطرب بحسن يعني خطاب، فإذا أعطي وإلا فليس له إلا ما اتفق عليه، لأن هذه المعاوضات هي عرضة للخلل كالتجارة وسائر الأمور، قد يتعرض الناس فيها إلى شيء من الأمور التي تتغير عن الواقع الذي حصل عليه عنده الاتفاق، فليس له إلا الاتفاق الأول. لكن إن أعطاه هذا الراكب شيئا بحسن نفس وبطيب نفس فلا بأس. حفظكم الله. يقول السائل: هل يمكن قراءة أذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة؟ نرجو البيان. نعم، أذكار الصباح قيل أنها تمتد من العصر إلى الغروب، إلى ما بعد الغروب، ومن أهل العلم من قال هي في النصف الثاني من النهار بعد الزوال،
ولكن آكد أن تكون بعد العصر، فإن العصر هو وقت للمساء، ولكن بعض هذه الأذكار مقيد بغروب الشمس، يعني إذا قالها من ليلته فهذه ينبغي أن تؤخر إلى الغروب، وبعضها قبل الغروب، لأن بعض الأذكار الحافظة تقال بعد غروب الشمس، فبإذن الله يحفظ الله هذا الذاكر بها إلى أن يصبح، وإذا قالها قبل الغروب فهو يحتاج إلى أن يجدد هذه الأذكار بعد غروب الشمس، فيتنبه المسلم إلى هذه القيود الموجودة في الأذكار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رفع القرآن هل يعد عقوبة؟ رفع القرآن حكمة من الله، قيل أنه في ذلك الزمان يقل العمل بالقرآن ويقل الفقه بالقرآن، فيرفع الله عز وجل القرآن. كذلك الكعبة، إذا قل من يعبد الله فإنها يقدر الله عز وجل من يهدمها، ويأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه البيت ولا يعرفون القرآن، وهذه من الأزمنة، أزمنة الفتن التي يستعاد من بلوغها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا.